سؤال وتجاوبني بصراحة. اه بعد رحيل العزيز الغالي حبيب الجميع لعمرو فاروق، الله يرحمه، خلى منصب النائب عندك جمعية عمومية قريب، في أكتر من اتجاه داخل النادي الأهلي. أقول لك التلات اتجاهات ولا حضرتك تقول لي وتقول لي بتأيد أي اتجاه فيهم؟ احنا الثلاث اتجاهات انك انت تعمل انتخابات على طب انت لازم تعمل انتخابات تمام، نظريا، تدعو تدعو للانتخابات. للانتخابات قصدي، نعم فلازم تدعو للانتخابات في الجمعية العمومية اللي جاية نعم لمنصب النائب. كويس فالكلام بقى كله متاح ومفتوح دلوقتي، والافضل لينا كمجلس ان احنا نكمل زي ما احنا، يعني فاضل نكمل زي ما فاضل احنا. سنة، ده كلامكم كأعضاء مجلس إدارة. فاضل سنة يعني، وكنوع من أنواع التكريم لاسم لعمرو فاروق. نوع من انواع التكريم، بس الاكتر يعني الاكتر من كده انك انت استقرار. استقرار خلاص، فاضل سنة على الانتخابات اللي جاية اللي هي الكبيرة، فشايفينها منطقية اكتر انك انت في بعض، خلي بالك برضو ممكن تفكر فيها احيانا تقول لا طب ماشي، لو في تفكير ان مرتجي يبقى نائب وحد يبقى يعني حد ممكن يبقى امين صندوق وحد يبقى وحد عضو، يبقى بس هتبقى فركشه في يبقى في المجلس كله. ممكن تشوفها فركشه، ممكن تشوفها طب ما انت كده تبقى وفرت ثلاث اماكن من الانتخابات اللي جايه، هتبقى دخلت ناس خلاص حطت رجليها. وعلى فكره احيانا بفكر ان ده يبقى انسب، واحيانا بفكر ان ده، بعدين لما جيت بقى فكرت فيها لا هو دلوقتي يعني، يمكن انا لو كنت كلمتني من 10 ايام كنت ممكن اقول لك راي مخالف، لكن لا انا رايي دلوقتي الاصح اللي لسه كنت بقول عايزين نقفل على نفسنا في كل حاجه بما فيهم بما الانتخابات. فيهم موضوع خلاص الانتخابات، بما فيهم موضوع لكنه الانتخابات دلوقتي. مفيش قلق انه هو العدد اظن 5000 مش كده؟ ف 5000 ممكن يجوا، ممكن ما تقول وبالتالي ممكن يجوا، كل الاحتمالات متاحه، والملف دلوقتي في ايد الكابتن وقعد معانا كلنا اتكلم معانا في قعدات يعني وديه، مش في المجلس، وكلنا قلنا ارائنا، وبالتالي كلنا مقربين للقرار زي ما ايوه بقول لك. القرار ده، بس لازم تبقى متحسن. ما هو طبعا كل بقى التحسب والاسماء اللي ممكن تبقى معاك والكلام ده كله ده الكابتن بيدرسه، لكن زي ما بقول لك انت كله جاي عندك للاسف، كله ورا ضغط بعض. ورا بعض، كله ورا ضغط بعض. ورا بعض. بتحلم في يوم تبقى نائب رئيس النادي او رئيس النادي؟ مش في متطلع يعني، مش في تطلعي دلوقتي يعني، انا مبسوط بالمكان اللي انا فيه، ما مش هقول لك ان انا لا يعني، انا مبسوط ان انا موجود بمثل النادي الاهلي، شرف يعني لاي حد ان هو اسمه أكيد يقترن بالنادي الاهلي، لكن أكيد. مش في انا مش من النوع اللي عندي يعني خدها بس.